أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الآية تتحدث عن مرض خطير، هذا المرض من الأمراض المعنوية، ليس من الأمراض البدنية. من الأمراض المعنوية الذي يصيب عقل الإنسان وقلب الإنسان، وتتحدث عن هذا المرض في الدنيا ليس في الآخرة، لأن في الآخرة لا يصاب الإنسان بهذا المرض، وهو مرض الغفلة. مرض الغفلة هذا مرض خطير، لأن في الآخرة الإنسان في حالة ذهول من ذلك اليوم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. ده المرض، مرض الغفلة في الدنيا. ولذا الله عز وجل في محكم كتابه يتحدث عن هذا المرض في عدة آيات: وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس، اقترب أجلهم، اقترب حسابهم، لكنهم في غفلة هؤلاء الناس. لذا الله سبحانه وتعالى يؤكد أن هذا المرض يصيب قلب الإنسان وعقل الإنسان. كلا بل ران على ختم الله على قلوبهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. وأولئك هم الغافلون. هذا ماذا يصنع هذا المرض إذا أصاب قلب الإنسان وإذا أصاب عقل الإنسان؟ ولهذا الذي يصاب بهذا المرض هذا لا يطاع، هذا غافل، لا يعرف أين هو، لا يعرف حتى موقعه، أين هو هذا الموقع الذي يقف فيه، ما يدري هذا الإنسان الغافل. ولهذا هذا الإنسان الغافل لا يطاع. النبي صلى الله عليه وآله الله يوجه له خطاب، والخطاب لنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه. أغفلنا، لا تطع. أنت تطاوع إنسان غافل ما يدري هو وين، هو وين الله ما يدري وين الله حاشرة، هذا طبعا مو تعبير صحيح، لا يعرف أين هو، لا يعرف موقعه. إذا أصاب هذا المرض قلب الإنسان وأصاب عقل الإنسان، أول أمر يفقده هذا الإنسان يفقد الشعور الواعي الذي يحيط به. هذا الإنسان هاي الغفلة تفقده الشعور، هذا الشعور الواعي. يعني ماذا يحيط بهذا الإنسان؟ تحيط به مجموعة قضايا مادية ومعنوية. أما المادية هذه التي يلامسها ويلمسها جاه وأولاد وبنين ومال وإلى آخره، أما المعنوية الدين
وما يرتبط بالدين وأهل البيت، هذا بعد غافل يصير حتى عن هذه الأمور يفقد. ثم أن هذه الغفلة إذا أصابت قلب الإنسان وعقل الإنسان تسلبه الانتباه اليقظ، هذا لا يكون حذر بعد من الأمور إلى معاني الأشياء ولا يلتفت إلى عواقب الأمور، عواقب الأمور. ولهذا دائما احنا شنو نسأل الله عز وجل؟ نسأله حسن الخاتمة، نسأله خير عواقب أمورنا، هذا ما نسأله من الله سبحانه وتعالى. تدرون النتيجة شنو إذا أصاب هذا قلب الإنسان وعقل الإنسان؟ نتيجة أولا أن هذا الإنسان لا يهتدي إلى المهمة التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة شنو؟ العبادة طريق إلى الهداية. يعني أنت عندما تعبد الله سبحانه وتعالى فقد اهتديت إلى طريقه، هي مو مجرد قيام وقعود وجلوس وركوع، لا، مو هذه العبادة. العبادة هي الاهتداء إلى طريقه سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لا يهتدي إلى عبادة الله التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم هذا الإنسان لا يهتدي إلى الغاية الشريفة التي يصبو إليها. الغاية الشريفة التي يصبو إليها ما هي؟ ما هي هذه الغاية؟ رضا الله سبحانه وتعالى. من منا لا يريد أن يحصل على رضا الخالق سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول في محكم الذكر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم. من منا لا يريد أن يحقق هذا الرضا؟ وهي هذه غاية من الغايات الشريفة. ثم من منا لا يريد أن يهتدي إلى السر الذي خصه الله به سبحانه وتعالى، أنه ميزه على باقي المخلوقات. هذا الإنسان إذا أصيب بالغفلة وفقد الشعور وسلب الانتباه، هذه هي النتيجة. لا، بل آيات القرآن تقول هناك نتيجة أكبر تأتي على الإنسان من خلال فقده لهذا الشعور الذي يحيط به وسلبه لهذا الانتباه نتيجة غفلة في الحياة. النتيجة الكبرى ما هي؟ أن هذا الإنسان يصاب كما هو تعبير القرآن بسكر، سكر أبدي. القرآن يقول لعمرك، للنبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لفي سكرتهم. ثم أن هذا الإنسان يصاب بإعراض عن الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، إعراض أبدي أيضا. شو يقول القرآن في الآية التي بدأت بها الحديث؟ وهم في غفلة معرضون. معرضون. ثم ماذا؟ ثم يأتي دور الشيطان، يجذبه الشيطان إليه ويجثم على قلبه وعلى صدره. تعالوا اسمعوا الشيطان شو يقول، ماذا يقول الشيطان؟ الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول على لسان الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان ما له سلطة على الإنسان. من تصور أن الشيطان له سلطة على الإنسان؟ الله عز وجل، الشيطان يقول والله يقول ليس لك عليهم سلطان.
ثم الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان. لكن شي يصير؟ انتوا غافلين في الحياة الدنيا، انتوا وصبتم بهذه الغفلة عن الله وعن ذكره وعن الموت. سويت أنا ماذا؟ عملت أنا الشيطان سويت؟ ها؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. دعوتكم يلا تعالوا تفضلوا في طريقي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يوم القيامة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنتوا ركضتوا وراي. ليش؟ نتيجة الغفلة، نتيجة الغفلة الذي أصيب بها هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لذا حذر القرآن الكريم، حذر القرآن في عدة آيات في كتابه الكريم عن هذه الغفلة. ومن هذه الغفلة إنسان يكون غافل في حياته عن الله وعن ذكر الله وعن الآخرة وعن الموت، يكون غافل ما يدري، غافل. حذر مو بس عن الغفلة وعن أهل الغفلة أيضا. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في كتابه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. بعدين سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما، الله عز وجل أرسل الأنبياء وأرسل النبي صلى الله عليه وآله إلى هؤلاء، يعلمهم الكتاب، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، لكن هؤلاء كانوا غافلين، غفلوا عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. حب الدنيا ألهاهم عن ذلك، أنساهم ذلك، فأعرضوا نتيجة غفلتهم. لكن هنا أتساءل، كيف أعرف أو كيف يعرف هذا الإنسان أنه مصاب بهذا المرض؟ أنت الطبيب تروح لي يشخص لك هذا المرض البدني اللي عندك، أنت شلون تشخص هذا المرض؟ هذا إلى مظاهر القرآن يقول وإلى علامات، هذا المرض المعنوي إلى مظاهر وإلى علامات. أول مظهر من مظاهر هذا المرض الغفلة عن الساعة وعن أشراط الساعة وعن الآخرة وعن يوم القيامة، نحن غافلون عن ذلك. الله عز وجل يقول اقترب للناس حسابهم، اقترب. يقول لا أنا بعدي شباب، الإنسان ما يدري، لا يعرف في أي ساعة ولا يدري في أي يوم ولا في أي وقت ولا في أي مكان. اقترب للناس حسابهم، طفل رضيع، أبو 5 سنوات، أبو 10 سنوات، أبو 20 سنة، أبو 30 سنة، أبو 50 سنة، يقول اقترب للناس لكن وهم في غفلة. قال يقول وهم في غفلة معرضون الله عز وجل. لذا الإنسان، الأمر الآخر، المظهر الآخر، أننا نجد هذا الإنسان في الحياة من مظاهر الغفلة أن هذا الإنسان يصاب عندما ينشغل عن الأولويات في الحياة وينشغل بالتوافه. أولويات شنو؟ أولويات عادة الإنسان
له طموح قد يكون طموحه الدنيوي، ما يخالف ليكن طموحك أيضا أخروي. أنت ما تسأل الله عز وجل دائما، تسأله سبحانه وتعالى أن تكون آخرتك آخرة حسنة، مو دائما هذا الطموح أخروي، عندك طموح دنيوي ما يخالف. فلا تنشغل بأمور تافهة بعيدة تنسيك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر من المظاهر أيضا الاستخفاف بأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. استخفاف ليس منا من استخف بصلاته، استخفاف في أمور الدين. أما متى أعرف علامات شنو؟ كيف أعرف أنني مصاب بهذا المرض؟ أولا هذا مسألة الاستخفاف شيء يؤدي للتكاسل. القرآن يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، رنت الساعة على حزة صلاة الفجر، آخ الحين بقوم، بعد شوية بقوم، إلى أن تطلع الشمس. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني التكاسل عن طاعات الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يؤدي إليه وعلامة من العلامات استصغار المحرمات واستصغار الذنوب. إنك معاملة بيع، هذا الإنسان أنت غلبته في ربية، يلا ما يخالف، راح هذا الرجال خلص، لا هذا أنت يوقفوك عليه يوم القيامة، أنت غلبته، أنت أخذت من عنده زايد، تقول ربي هذا يوقفوك عليه يوم القيامة. استصغار. أو المعاصي والذنوب، إياكم والمحقرات، ده حديث. لا تستقلوا كما ورد عن أمير المؤمنين، لا تستغلوا قليل الذنوب، وعن الصادق اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. أو من العلامات حب المعصية والجهر بها. بعض الأحيان سن يفشر بسيارة ما يخالف، بس يفوشر يجهر بمعصية، معصية شوفوني أنا أفعل هذا الفعل وأعمل هذا العمل، هذه علامة إذا تبجح الإنسان بالمعصية. وإذا ورد عن أمير المؤمنين التبجح بالمعاصي أكبر من ركوبها. أنت مرة بعض الأحيان يمكن تسوي معصية أو ذاك البعيد يسوي معصية لنفسه، ضرر نفسه، أما تشهر نفسك أنه أنت تسوي معصية، تتبجح بالمعصية. ومن العلامات إضاعة الوقت. نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. مخرج شنو؟ كيف أنا أخرج من هذه الحالة؟ أصل إلى حالة اليقظة، وأصل إلى حالة إيجاد الشعور الذي يجعلني أن أعلم وأفهم بما يحيط بي، العلم بالدين، العلم بالحياة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العلم. إلى ماذا يؤدي؟ علم يؤدي إلى وعي الإنسان وفهم الإنسان.
من يرد الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا. بعدين الأمر الآخر ذكر الله على كل حال. ذكر الله على كل حال يعني شنو؟ قراءة القرآن، قراءة الدعاء، قراءة الأذكار. أنت تمشي وأنت طالع وأنت رايح وأنت أدعية موجودة كثيرة جدا. دعاء الخروج، من يقرأ دعاء الخروج حتى يحفظه الله؟ من يقرأ آية الكرسي يوميا حتى يحفظه الله عز وجل؟ هذا يجعل الإنسان لا يصاب بالغفلة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. عن أبي أسامة يقول زاملت الإمام الصادق عليه السلام، صار زميلي فترة الإمام الصادق، أروح وأطلع وأجي وياه. يقول يوم من الأيام قال اقرأ، يقصد الإمام اقرأ قرآن يعني اقرأ. فافتتحت سورة من القرآن، افتتحت سورة من القرآن قرأت، فقرأتها فرق وبكى الإمام، رق قلبه وبكى، فرق قلبه وبكى. قال يا أبا أسامة أرعوا قلوبكم بذكر الله حتى لا يصاب الإنسان بالغفلة. الأمر الآخر حضور المجالس. هذه المجالس اللي بعض الأحيان احنا حقيقة، وأقول أوصي الشباب بالخصوص الذين لا يحضرون هذه المجالس، مجالس أهل البيت عليهم السلام، مجالس الحسين، هذا شو تخلي الإنسان؟ تخلي يذكر الله سبحانه وتعالى. هذه مجالس الذكر. ولهذا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول ارتعوا في رياض الجنة. فقالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ شنو هي رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. قال مجالس الذكر. ولهذا احنا لازم نبتعد، القرآن يقول لازم الإنسان يبتعد عن غير هذه المجالس، يتجنب، لأن هذه المجالس التي ليس فيها ذكر الله عز وجل تنسي الإنسان، تجعل الغفلة عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب، أو نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. حضرت مجلس، مجلس مو في الدعاء يقول الله ندعو أنه لا تجعلني في مجالس البطالين، هذه مجالس البطالين. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا، لا تقعدون في هذا المجلس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. آخرا وأخيرا الذي يرفع الغفلة هو ذكر الموت. ذكر الموت اقترب للناس عزابهم وهم في غفلة. ولذا في الحديث اذكروا هادم اللذات. وما هو هادم اللذات؟ قيل الموت. موت يذكر الإنسان، كلما تذكر الإنسان الموت انتبه من غفلته، التفت أنا وين؟ وين موقعي؟ أنا في أي موقع؟ أنا في أي مكان؟ شنو درجتي؟ شنو منزلتي؟ من هم أصحابي؟ من هم أصدقائي؟ هذا الموت يذكر الإنسان
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا وأن يهدينا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Oh,